حسيت مرض وجه ولا ما جاش وعائلته حتى هي كنتمنى تكونوا كاملين بخير على خير. اليوم انا اللي نهضر معكم في المونتاج. هاجر مسكينه قدت ليا كلشي وقلت لها عطيني انا اللي نهضر معاهم، لحقاش بغيت نوضح لكم بزاف ديال الحوايج وبغيت نهضر معكم وفي نفس الوقت نحس براسي كندير شي حاجه اللي زوينه. هاجر مسكينه وقفت معايا بزاف في هذه المده هذه، هي اللي شدت القناه، هي صراحه برافو عليها والله، وقفت معايا ديال بصح وقول لي كي جاكم المونتاج ديالها والزوين. مهم بغينا اليوم نشارك معكم الدوسه اللي كيديروا في النفاس وداك الشيء، غديرها لنا مرات ولد عمي كتجي صراحه زوينه. انا ديجا طايقه عندهم شحال هذه ودابا غديرها لنا هي، صراحه طيبها غزال وزوين بزاف، هي جربوها ما غاديش تندموا عليها. مهم في هذا البانيو دارت فيه راس ديال الثومه، جوج معالق ديال السكينجبير، وجوج معالق ديال الخرقوم، وجوج معالق ديال الابزار، ومعلقه اونص ديال راس الحانوت. نتوما راس الحانوت ديروا على وديت القياس ديالكم، اللي كيضوخوا ولا شي حاجه ما يديرش بزاف صافي، وكديروا مليحه وكتقبوا هكايا من الصدر ديالو باش كتدخل ليه ديك العطريه مزيان، تدخل ليه في الصدر ديالو، وغادي تزيد شويه ديال هذاك الملون الغذائي تزيدوه، بغيتو تزيدوه كيبقى اختياركم، حنا زدناه على حسب اللون، اما حتى حنا ما تنديروهش كاع في الطياب ديالنا، كنديرو غير الخرقوم صافي. صافي هنايا كتفاس هذاك ما كاينينش حنا بزاف، كاينه غير حنايا وكاين مرت عمي وبنت عمي وعروستها، هي اللي زعما هي اللي تطيب نيت المدهوسه. صافي في هاد الكسرونه غادي ديروا، دارت شويه ديال الحلبه مع جوج ريوس ديال الثومه، شويه سكينجبير ومليحه وشويه ديال الزيت صافي، وغادي تردها تسلق. هنايا فاش طلعت الغليه في الدجاج دارت شويه ديال، دارت هذاك الصوص اللي دارته في الاول، طحناته فيه غير بصله وحده ومطيشه وحده وطحناتهم في الهشوار، وزاد تربيطه ديال المدنوس صافي. تا كطلع الغليه في الدجاج عاد هي كتزيد له الزيت باش ما كتهربش ديك العطريه على، باش زعما تا كتشد العطريه مزيان داك الدجاج، عاد كتزيد له الزيت وكتمرق، وكتزيد عاوتاني البصله هكايا مقطعه هكا طويله صافي، وعاد كديك الساعه تتسد عليه وتتخليه حتى زعما كيطيب على، كتخلي داك الدجاج يطيب على خاطرو. احسن حاجه في هذا الشيء هذا كامل هو الكاشير اللي صايبات، هذا الكاشير البنات راه ما غاديش تندموا عليه الا جربتوه، ساهل بزاف، درته بواحد الطريقه سهله وفي نفس الوقت في البلاصه تيوجد، ما تحتاجوش تبيتوه ولا تبقاو مضرب معاه تماره، دغيا كيوجد. درت هنايا شويه ديال المعدنوس مع اربعه ديال البيضات مع جوج معالق او شي شويه ديال التحميره، وشويه ديال سكينجبير. هنا سكينجبير راه مخلط مع البزار، غير هو سكينجبير مغلب على البزار شويه. دارت شي شويه ديال الهريسه، انتم ما كانتش عندكم الهريسه ديروا غير الحار عادي، وشويه ديال الملحه، وغادي تطحن كلشي مع شويه ديال الزيت. تزيد ديروا شويه غير نقيطه ديال الزيت، ما ديروش بزاف. وهذا الكاشير تنصحكم البنات ديروه لحقاش دغيا كيوجد وفي البلاصه تيوجد وزوين بزاف. والحاجه السر اللي قالت لكم ديروه هو جوج معالق ديال الفينو باش هو اللي كيجمع لينا داك الكاشير، ضروري قالت لي قول لهم يزيدوا جوج معالق ديال الفينو باش كيجي داك الشيء زوين صافي. تتشدوا الكبده ضروري كتكون عندكم الكبده مقطعه ما مسلوقه ما والو، غير مقطعه هكايا، وتتشدوا تخلطوا كلشي. من بعد منها كتزيدوا شويه ديال راس الحانوت، بالنسبه لراس الحانوت كل واحد وشنو، انا راه كاع ما كليتها لحقاش خفت. مهم انتوما زيدوا داك راس الحانوت على 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 حساب قياسكم وصافي، اللي كيضوخوا راس الحانوت بزاف ما يديروش، ولكن راه تجي زوينه. انا كما قلت لكم ضايقه شحال هذه وصراحه طيبها هو كامل، طيبها كامل تبارك الله زوين ومتقون. مهم
كديروا داك سميتو داك الخليط تديروه في ميكا بحال هكا، كتلويو عليه الميكا كتعقدوها مزيان، وعاد كتلويوه في بابي الومنيوم بحال هكايا، غتلويوه بحال هكا، عاد ديروه يفور في البرمه. انتوما الاختيار كيبقى ديالكم، يا بغيتو ديروه بحال هكا يا في يفور بحال هكا ديروه، ما بغيتوش كديروه في كنتو مزروبين كتحشيوه مع المرقه النيت ديال الدجاج، كتحشيوه مع المرقه وصافي تيطيب دغيا. الاختيار كيبقى ديالكم، واخا هو راه في البلاصه تيطيب، يعني ما تياخذش لكم بزاف ديال الوقت، ولا حيت هي الكبده البيض دغيا دغيا كيجمعوا راسهم مع داك الفينو، دوك جوج معالق د الفينو اللي درنا هذوك هما السر، حيت هي اللي قالت لك هذاك هو السر باش كيتجمع داك الكاشير. وانا صراحه كيعجبني نعرف بحال هكا الاسرار ديال الطياب، و نعرف شي حوايج جداد عليا، كيعجبني صراحه كيعجبني نكتشف شي حوايج اللي جدادين. المهم البنات غادي تبقاو معايا حتى الاخر ديال الفيديو، لحقاش بغيت نوضح لكم شي حوايج بالنسبه اللي سولني على الموضوع ديال مراد والعائله ديالو داكشي، فانا جاوبت على كل شيء، غادي تشوفوا ان شاء الله في الاخر ديال الفيديو. من بعد ما غادي نساليهم الدوزه، ها هو الكاشر من بعد ما وجد، شفتوا كيفاش كيجي. انتم خليوه حتى يبرد عاد قطعوه، هما حيت كانوا مزروبين بالغدا خصهم هكا يتغداو وصافي، قطعاتو ديك الساعه وخا هكاك جا زوين، وخا هكاك جا فن، هي زعما هانتوما كتشوفوا داك القوام ديالو، وخا زعما سخون راه كتشوفوا الباخ ديالو باقي طالع هكاك، صراحه جا غزال، جا زوين في المنظر، جا فن. كما قلت لكم انا راه ديجا ضايقه هذا الشيء هذا، وعارفه علاش نهضر لكم شي حاجه اللي طوب طوب ديال بصح، وزعما ما كياخذش لكم الوقت، وشي حاجه اللي زوينه كتصدق لكم في البلاصه. صافي هنا راه بدات كدير التمر والبيض وداك الشيء باش غادي يتعمر. ودابا صافي راه وجدات المدهوسه، وغادي يذوقوها بهاد الكاشير والتمر والبيض، وكنقول لها جار شكرا حيت كتعاونني في المونتاج في التصوير في بزاف ديال الحاجات، واخا كنشوفها هي بعيده بزاف على هاد الدومين هذا، كيعجبها هي تصور غير فيديوهات قصار في انستغرام ولا، ولكن بحال هكا هي فيديوهات في يوتيوب وداكشي ما كتعرفش، بعيده كل البعد عليه، واخا هكاك مسكينه كدير الجهد كدير زعما مجهدها باش تحاول انها هي مسكينه تعاوني، حيت كتشوفني كيفاش كان كيفاش زعما تنتقاتل، وهذا تتقول لي عاد حسيت بيك، عاد حسيت بداك الشيء اللي كدوزي منه بداك والله الا البنات. المهم تنقول لها شكرا بزاف، لحقاش نقول لكم الاخوه شي حاجه اللي زوينه، كتلقي الاخ ولا الاخت ديالك في المواقف الصعيبه تلقيه واقف معاك، ولا اختك تلقيها واقفه معاك بحال هكا، يا اختي شدت ليا القناه حاولت تعوض البلاصه ديالي، كتحاول دير ما في جهدها مسكينه، والله زعما شكرا حتى نتوما ليكم، حيت شجعتوها وحيت عطيتوها طاقه زوينه، وحيت صيفطتوا لها بزاف ديال الميساجات في هكايا كتلقاهم في الانستغرام وداكشي، تقول لي والله عندك متتبعين زوينين وظريفين، فشجعتوها، وزعما ما كاينش شي واحد اللي سما اللي حبطها ولا قال لها شي حاجه اللي خايبه، فشكرا بزاف لكم حيت زعما قويتوها اكثر، شكرا بزاف لكم والله، حسن نتوما كنرجع لكم واحد الفضل اللي كبير بزاف بزاف بزاف. مهم هضرت بزاف معكم، ولكن كنحاول انني نبدل الجو، كنحاول نخلق طاقه جديده لراسي، كنحاول ما نبقاش متكيه، ندير شي حاجه تا انا نحس براسي تا انا راني كاينه زعما، وكنحاول ما نبقاش شاده غير الكاشه وناعسه، واخا انا ما قادراش ولكن خصني نحاول، خصني نبقى واقفه والله البنات، واخا تحسوا براسكم انا عرفت شنو، ولكن كونوا اقوياء، بقاو قويين واخا ما عرفت شنو يوقع، بقاو قويين، القوه ديالكم هي كل شيء، يعني ما تحبطوش ما تطيحوش، واخا اي حاجه توقع لكم بقاو اقوياء صافي.
المهم البنات دابا راه غادي نشرح لكم كاع داكشي اللي بغيتو تفهموه في واحد الفيديو، وكنتمنى نكون نفهمكم كلشي بخصوص السؤال اللي جاني على مراد العائله ديالو. غنولي نقول لكم السلام عليكم، حيت هذا فيديو واحد اخر، الفيديو ديال الدغوصه بوحدو، وهذا بغيت نجاوبكم على بعض الاسئله اللي جاتني في انستغرام وفي لي كومونتير في اخر فيديو. كنحاول نغوت حيت في الفيديو الاخر بزاف ديال الناس اللي قالوا لي ما كناش كنسمعوك مزيان. هذاك هو الجهد اللي كنقدر نهضر به، يعني فاش كنحاول نهضر بالجهد بزاف كتقطع فيا النفس، ما كنبقاش قادره. المهم البنات بعدا شكرا بزاف لكاع الناس، نحاول نزيد الكاميرا باش تسمعوني اكثر. شكرا بزاف لكاع الناس اللي قالوا لي نصائح ديالهم، اللي قالوا لي شنو ناكل، بزاف الناس اللي نصحوني بالعدس الاحمر والكبده، وبزاف ديال الحوايج اللي باش كيعوضوا الدم والباربه. قالت لي واحد البنت بقيت تشرب العصير ديال الباربه والتفاح، هذا قالت لي زوين بزاف هو نفعها. وبزاف ديال الناس اللي قالوا لي خصك ديري الخزان معش ديالاش. المهم انا سكرينيت كاع داكشي، سكرينيتو وخليته عندي باش منين غادي ان شاء الله نمشي ندير التحاليل كامل ديال داكشي اللي نصحوني به البنات. ونشوف لحقاش انا التحاليل الاخرين انا متاكده انهم عندي زوينين. انا فين شكيت غير فقر الدم صافي، هو اللي فين شكيت لحقاش عندي الاعراض ديالو عندي السخفه الدوخه، ما كنقدرش نتحرك بزاف. دابا الحمد لله راه شويه، يعني كنحاول نوض كنحاول نتحرك، كنحس حتى بشويه ديال التحسن الحمد لله. واخا مازال زعما داك شاقاني ديك الصفوريه، ولكن الحمد لله يعني كنحس بواحد التحسن، يعني ماشي بحال ما المره الاولى فاش خرجت من الطبيب. يعني فاش خرجت من الطبيب وفاش شفتوني في الفيديو الاخر اللي قبل، هكون شفتوني فاش خرجت من الطبيب مباشره، تشوفوني مباشره ملي خرجت من الطبيب وداز عليا كاع داك العذاب، غتخلعوا لحقاش بزاف. عرفتوا شحال نقصت من كيلو، راه غادي تخلعوا، غادي نتعبر قدامكم ان شاء الله في الفيديو الجاي ولا في شي فيديو، باش تشوفوا شحال نقصت ديال الوزن، باش تشوفوا الفرق بزاف. عرفتي راه باش تمرضي واحد المده قصيره وينقص لك هذا الوزن هذا كامل، عرفتي راه شي حاجه اللي بزاف. الحمد لله على كل حال. المهم البنات سولتوني بزاف على واحد السؤال، سولتوني بزاف على واحد السؤال ضايخة، سولتوني بزاف على وديت مراد وجه ولا ما جاش وعائلته حتى هي. فبزاف ديال الناس اللي جاو سولوني في انستغرام، عرفتي كنلقى بزاف ديال الرسائل بحال هكايا بالنسبه لي هو على داكشي اللي كيقول. المهم نتوما راكم كتشوفوا كلشي، بلا ما ندخل في التفاصيل. الباب دارنا راه كانت مفتوحه ليه فاش انا مرات، وفاش وراه جا كيف ما قلت لكم في الفيديو الاخر، راه جا وجلس، ولكن ما دخلناش في تفاصيل ولا دخلنا في بزاف ديال الحوايج. مع انا مريضه مازال زعما ما هضرت معاه في شي حاجه، ما هضرت معاه فيها، هذا هو اللي كاين الناس بالنسبه للعائله ديالو. انا زعما اش نقول لكم، حاليا كتهمني غير صحتي، ما كيهمني حتى شي واحد. اللي بغى يجي مرحبا به، بابنا مفتوح في وجه كل واحد، بابنا مفتوح في وجه كل شيء، واللي ما بغاش يجي فكيبقى شغلو هذاك. ما غاديش نبززو على بنادم شي حاجه هو ما باغيهاش، ولا نبقاو نقولوا لا خاصهم يجي ولا ما خاصهمش يجي. فاش نقول لكم انا، يعني نجيكم من الاخر، اللي بغى يجي بابنا مفتوح لكل واحد، واللي ما بغاش يجي فكيبقى هذاك اختياره وشغله وصافي. البنات لحقاش منين كتفوتي، منين كتوصلي حتى للموت، و يعني كتشوفي الموت بعينيك وصافي، يعني بنادم
راه ديك الساعه خاصو بحال ما كنقولوا يفهم راسو، يعني راه حتى الموت حتى البنادم ملي يوصل للموت راه مسقى فيها لهادي لهادي، يعني فهمتوني شنو بغيت نقول لكم؟ كل عائله وشنو، كل عائله والتفكير ديالها، كل عائله يعني ماشي العائلات كاملين بحال بحال، ماشي العائلات كاملين يشوفوك زعما خرجتي من الطبيب ولا وصلتي لواحد الحاله اللي ماشي هذيك راه غادي يجي ولا غادي يكون هذاك سبب الصلح ولا ماشي كلشي بحال بحال. فهذا هو اللي بغيت نوصل لكم، فهما ما جاوش وعندي عادي ما عنديش مشكل، كما قلت لكم كل واحد يبقى على خاطره، هذا هو اللي كاين عند الناس. وكنبغي نوضح لكم كل شيء، يعني كل شيء بلي ديتاي، حيت كاينه بعض البنات اللي كيحسب ليهم راه يمكن جاوا لهنا للدار وانا ما قلتش لكم، وحيت بزاف اللي قالوا لي ما يمكنش انت توصلي حتى لهذه الحاله، قالوا لي زعما ما يمكنش توصلي انت حتى لهذه الحاله وزعما ما يجي حتى شي واحد. فهنا جاوبتكم بصراحه البنات، والله ما جا شي حد، زعما ما عنديش علاش نكذب عليكم ولا شي حاجه، انا جيتكم نيشان بالصراحه لحقاش حيت ملي كيبقى يتكرر السؤال بزاف ديال المرات كنعرف ان بزاف ديال الناس مهتمين وبزاف الناس باغين يعرفوا الجواب ديال هذا السؤال هذا. فانا جيتكم نيشان البنات، ما كاينش اكثر من المرض، ما كاينش اكثر من بنادم يوصل حتى لهذه الحاله هذه، راه ما كاينش اكثر من هذا الشيء هذا. يعني من جهتي انا تقولوا لي انتي ديري المحاوله، انتي هذه انتي الصغيره، حيت كاينه بزاف ديال الميمات كيدخلوا عندي للانستغرام كيقولوا لي بنتي انتي الصغيره، انتي اللي خاصك تكون شنو سميتها زعما المبادره منك انتيا، حيت انتي الصغيره. انا يعني المبادره كانت مني درتها ودرت كثار من جهدي، درت بزاف ديال الحوايج، حاولت نصلح من بين العائلات، حاولت ندير بزاف ديال الحاجات، ولكن صافي يعني الا ما كانوش العائلات متراضين مع بعضياتهم فهذاك ماشي ذنبي ولا ماشي الخطا ديالي، انا ما عندي حتى شي ذنب في هذا الشيء، ما عندي حتى شي زعما ما دايره حتى شي خطا باش انا نستاهل هذا الشيء هذا كامل، وهاد باش زعما ما دايرهش شي حاجه اللي كبيره باش نستاهل هذا الشيء هذا كامل، فهمتوا؟ كل واحد كيف ما قلت لكم حر في حياته، اللي بغى يجي مرحبا به واللي ما بغاش يجي حتى هو مرحبا به عادي. شنو تقيس تبزز على بنادم ولا بزز؟ وراه كيف ما كيقولوا حتى شي حاجه ما بزز، غير كيف ما قلت لكم اللي كيكون بنادم عائله وحده وكتكوني وصلتي لواحد المرحله اللي شويه صعيبه كيبقاو ماشي غير نتوما اللي كتسولوني على الناس، يعني بزاف ديال ماشي زعما غير المتتبعين ديالي هما اللي كيسولوني، بزاف ديال الناس اللي عن قرب، يعني الناس اللي كتعرفيهم هكا في حياتك اليوميه وهذا حتى هما كيسولوني، حتى هما كيقولوا واش بحال هاد الاسئله هادو، فكيجيك شويه ديال الاحراج، يعني ملي كتقولي لا يعني حتى بنادم تجي في شكل تيقول لك كيفاش، بحال ما كيتيقكش، بحال تيقول راه ما يمكنش بنادم زعما يوصل بحال هكا وبنادم ما يجيش يطلع ليه، فهمتوا؟ هذا هو اللي كاين عند الناس، وكنتمنى نكون جاوبتكم على السؤال ديالكم. وانا هذا الموضوع هذا ديال العائله وهادشي انا مابقاش كاع كيهمني، وحق الله مابقى كيهمني كاع نهائيا، عرفتوا علاش؟ لحقاش درت بزاف ديال الحوايج، درت بزاف ديال المحاولات من عندي انا، يعني من عندي انا درت محاولات بزاف، ولكن ما متلقاش تجاوب، فصافي خليت كل واحد على خاطر والحياه كتستمر عادي صافي، ماشي تتقيد تبخي راسك كل مره كل مره كل مره بزاف. فهذا هو اللي كاين، يكون خير ان شاء الله يا ربي في حياتي وفي كاع هادشي ان شاء الله اللي جاي يكون فيه خير، هادشي اللي كنتمناه. واهم حاجه عندي دابا ماشي كاع حتى حاجه من هادشي هذا كامل، انا اهم حاجه عندي هي نرجع صحتي ونفسيتي والحياه
ديالي، وراه الصحه هي كلشي، اقسم لكم بالله البنات، ملي كتفقدي صحتك ما كتبقايش قاده تنوضي، ما كتبقايش قاده ديري هذاك الشيء اللي كنتي كديريه، بحال دابا تنوضي تقدي الشغل طيبي، كتبدلي الجو، يعني كتعمري وقتك ملي ما كتبقايش قادره ديري داك الشيء، اوه وصحتك كتخونك. هذيك هي الخيانه الصعيبه، هي هذيك. اما الناس عادي، يعني كما قلت لكم الحياه كتستمر، من الخيانه الصعيبه هي ديال صحتك، هي ملي كتبقايش قادره تنوضي. انا اللي جربتها دابا، يعني كان مرض عادي تكون اصلا مرض وداك الشيء، ولكن ماشي بحال هكا، ماشي بحال ديك دازت عليك الخلعه، الخلعه والمرض يعني تخلطوا عليك، ملي كيفوتك عاد بحال ديك الخلعه تترجع عليك، ديك الخلعه كترجع عليك من جديد. وبزاف ديال الناس فاش شافوا وجهي صفار قالوا لي راه واقيلا مصفر، حيت هو اللي تيضرب هكايا على الخلعه وداك الشيء، قالوا يمكن يكون فيك بصفر، لحقاش هرب ليا اللون، اللون ديالي ما بقاش، هرب ليا اللون، اللون ديال وجهي ولات بحال شقة صفورة، وعاد راه في الكاميرا كاع ما تيبان، زعما تنبان عادي، زعما وجهي كيبان ليا بيض، تيبان ليا عادي، مي في الواقع تيبان لي وجهي بحال شقة صفورة، متنبغيش كاع اصلا نشوف كاع في المرايا، نمشي نشوف في المرايا تجيني داك الوسواس داك الشيء، تنقول لا ما نشوف لا في المرايا لا في حتى شي حاجة، صافي ناكل نبزز على راسي الماكلة اللي صحية، نبزز على راسي الماكلة اللي خاصني ناكلها، وصافي وربي يدير لي فيها الخير. هذا هو اللي كنحاول ندير دابا. اما داك الوسواس وداك الاكتئاب اللي كيجي وهذا، كنحاول كاع نهرب منه كاع نهائيا، حتى نشوف راسي نبدا نفكر في شي حاجه ماشي هي هذيك، كنشد تليفوني ندير فيه شي حاجه، ندير فيه القران، ندير فيه شي حاجه كتعجبني نتفرج فيها، وكنحاول نبدل ما نطيحش زعما شي دوامه اللي ما غاديش نخرج منها. هذا هو اللي كاين. اما بالنسبه للماكله وداكشي اللي قلتوا لي البنات، واخا انا ما تناكلش الكبده، ما تناكلش بزاف ديال الحاجات اللي قلتوهم ليا، ولكن غنحاول والله الا غنحاول، لحقاش الشيء ملي كتضري بزاف في صحتك اقسم بالله حتى كتولي تاكلي داكشي بزز منك تاكلي داكشي، و كتبزي على راسك، ماشي بحال ما كتكوني عاديه، ديك الساعه ملي كتعرفي راس الصحه كتبزي على راسك وتاكلي وتجاهدي وتاكلي باش ترجع لك صحتك وقوتك، والله يخلي لكم كاملين صحتكم، ولا لا يضركم كاع في صحتكم، ولا لا يعطيكم كاع هادشي هذا كاع اللي دوزت انا، لا يعطيكم منه، لا يعطيكم منه غير قد هكا، لا يعطيكم منه يا ربي، الهلا يعطي لكم ولا تشوفوا كاع نهائيا، لحقاش صعيب بزاف، الله يعطيكم افراح في افراح في افراح، ويعطيكم المسرات وتشوفوا غير الخير في حياتكم، وتشوفوا غير السرور، وكاع البنات اللي مقبلين على زواج الله يعطيكم شي فرحه اللي زوينه في حياتكم، شي حاجه اللي زوينه، شي حاجه اللي تفرحوا بها، يكون زواجكم زوين، امين يا ربي. والله تكندعي مع الناس من قلبي وحق الله، لحقاش ما بغيت حتى شي بنت يدوز عليها شي راجل شي حاجه خايبه، ولا يتعدى عليها، ولا ما يقدرهاش، ولا شي حاجه، لهذا كتب عليكم كاع هادشي، هذا يعطيكم كاع داكشي اللي غادي يفرحكم، كنتمنى ربي يعطيه لكم تكونوا فرحان، ويجعل ربي ايامكم كلها تكون سرور يا ربي. ندعي معكم من القلب، حيت ما بغيت حتى شي بنت تدوز شي حاجه اللي ماشي هي هذيك، ولا شي حاجه خايبه. واحد البنت قالت لي في الكومونتير، قالت لي سبحان الله، انت فيما كتبغي زعما ديري شي حاجه زوينه، ولا تفرحي كتوقع لك شي حاجه اللي ماشي هي هذيك، ولا كطيحي فشي مشكل، ولا كتوقع لك شي حاجه خايبه. صراحه بصح فيما كنبغي نفرح براسي تبقى لي شي حاجه ماشي هي هذيك، ولكن الحمد لله على كل حال، الحمد لله. المهم ما تخطاكمش الضحكه من وجهكم، ديما ضحكوا، ديما فرحوا، ديما واخا تكونوا كاع في قمه الحزن ديالكم، في قمه